تعمل مملكة البحرين بشكل مستمر على إبراز معالمها ووجهتها السياحية للمساهمة في تعزيز قطاعها السياحي، سعيا منها لتحقيق استراتيجية خطة التعافي الاقتصادي والتي تتلخص أهم أهدافها حول إبراز مكانة البحرين كمركز سياحي عالمي. ويعد مسرح الدانا في الصغير أحد أهم المشاريع التي تم تنفيذها والذي ساهم في وقت قصير منذ افتتاحه في عام 2020 في تنمية القطاع السياحي والترفيهي في المملكة. المسرح والثقافة والفن عناصر هامة تساهم في تعزيز أهمية القطاع السياحي والترفيهي لوجهتها، لما تلعبه من دور بارز في مد جسور الترابط الثقافي والفكري بين مختلف الشعوب. ومن هنا يأتي مسرح الدانا في الصخير الذي تم افتتاحه في عام 2020، وهو المسرح الأول من نوعه في مملكة البحرين. يعد مسرح الدانا وجهة سياحية تسهم في تنمية القطاع السياحي والترفيهي في البحرين من خلال احتضانه للفعاليات والمناسبات الثقافية والفنية والموسيقية، إذ استضاف المسرح منذ تأسيسه العديد من الحفلات الفنية والموسيقية لكبار الفنانين والمشاهير العالميين. يوفر المسرح تجربة فريدة من نوعها لزواره من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية وتبنيه أحدث الأنظمة التكنولوجية، بحيث يبدأ الزوار رحلتهم بالداخل عبر البلازا، وهي ساحة تحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات والبضائع. يساهم هذا الصرح الثقافي في تحقيق أهم أهداف استراتيجية خطة البحرين الاقتصادية التي تركز على تعزيز مكانة القطاع السياحي في المملكة وزيادة عدد الدول المستهدفة وتنويع المنتجات السياحية.